ست جولات فقط كانت كافية للملاكم الجزائري زين الدين بالمخلوف للحفاظ على حزامه ولقبه العالمي للمجلس العالمي للملاكمة وزن الثقيل الخفيف بعد فوزه على الملاكم الألماني لارس بوشولز في السهرة العالمية التي احتضنتها قاعة حرشة حسن وبحضور شخصيات رياضية وطنية يتقدمهم وزير الشباب والرياضة الهادي والدعلي والبطل العالمي محمد بالقسمية. جزائر دائماً عالية وبالمخلوف كومبا كان فيديو اليوم يعني السيرون سيروند تاعه روكي الجزائر أو زيزو الجزائر كما لقبه جمهور قاعة حرشة حسن والذي أمتع الحضور بلكماته القوية الأمر الذي دفع بمدرب الملاكم الألماني لرمي المنشفة عند نهاية الجولة السادسة. كما عرفت سهرة الفن النبيل إجراء نزالين الأول في وزن أكثر من 80 كيلوغرام أين تغلب الجزائري مهدي بن عدالة بالضربة القاضية على الفرنسي يوهان بوليون أما في وزن أكثر من 64 كيلوغرام فاز الجزائري كمال عبد السلام بالنقاط على مواطنه سفيان ربيع. J'ai toujours boxé pour boxer en Algérie, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire mis à part aujourd'hui. Donc c'est une très grande fierté dans mon pays d'origine, le pays de mes ancêtres, dans une salle mythique, la salle Halcha que tout le monde connaît. Donc ça peut être qu'une grande fierté pour moi et toute ma famille. وعرفت السهرة التي احتضنتها قاعة حرشة حسن حضور بطل فريستايل وسيم بن سليمان والذي أمتع القاعة بعروضه الفنية الرائعة. La première fois que je fais un show sur un ring, en plus en Algérie, donc ça fait plaisir et j'ai envie de montrer que le freestyle aussi, c'est pas que du foot.